عايز اتكلم عن الايدين لانه الست انت عارف ايديها هي اللي بتفتح سنها وساعات يبقى الايد شكلها مش حلو فعلا بالظبط يعني. دي حقيقه اللي بيتاثر على شكل الايدين عوامل السن في حاجات تانية زي التدخين وزي اللايف ستايل الخطا فبتبقى الجلد بيبتدي يعني الجلد بيبتدي بتبقى يحصل فيه شويه رينكلز او فاين لاينز او كرمشه الستراكشرز بتاعت الجسم بتاعت الايد كدهون وكعضلات بتبتدي تنحف فبتبتدي الست تلاحظ ان المنطقه بقت منزعجه منها جدا كنوع جلد وك ابتدت ايديها تبقى رفيعه لحد ان العظم كمان ابتدى يبان في تغيرات تانية بتحصل زي البقع الداكنه اللي بتحصل في كل دي حاجات بتحصل نتيجه تقدم العمر نتيجه تعرض للشمس نتيجه تدخين نتيجه باد لايف ستايل حاجات كتير قوي طب عشان نبتدي نعالج الكلام ده طبعا من احسن طرق العلاج هي حقن الدهون لان حقن الدهون بيدينا كل بيعالج لنا كل ده بيدينا الفوليوم وبيدينا ريجنريشن او اعاده بناء انسجه الجلد تاني عشان يدي اليونجر لوك بتاع الجلد تاني في حلول تانية بس لو احنا عايزين ذا بيست او الافضل هو حقن الدهون زي ما قلت لك برضو الموضوع بسيط جدا البروسيجر بسيط جدا بس ان انا ابتدي اوزن اموري معايا يعني في ناس بتبقى عايزه بس تدي نضاره للجلد مش لازم تحط فوليوم ساعتها هنا بنعمل حاجات اللي هي بتدي ريجوفينيشن للجلد بدون ما نعمل حقن للدهون او بنعمل حاجات اجريسيف او علاج عنيف للمشكله البسيطه اللي عندها